بسم الله الرحمن الرحيم. الشكر لتيفلت بريس وحوار بريس على حضورها معنا اليوم في هذا الملتقى الإقليمي الأول للإدارة التربوية بالخميسات لتغطية فعالياته. وهذا الملتقى يأتي في سياق اهتمام الجامعة الحرة للتعليم بهذه الفئة اللي هي الإدارة التربوية. وتتشوف هنا الإدارة التربوية هي مختلطة من أطور ثانوي إعدادي وتأهيلي وابتدائي. الجامعة الحرة للتعليم كانت هي سباقة لمطلب الإطار منذ مؤتمرها بمراكش سنة 1975، وبعد ذلك تبلورت الفكرة وانبثق عنها تأسيس النقابة الوطنية للإدارة التربوية. فكانت نضالات متعددة، والجامعة الحرة للتعليم في الحقيقة هي أول من وضع مطلب الإطار لصالح الإدارة التربوية على طاولة وزراء التربية الوطنية تباعا. اليوم تلتقوا باش أولا في إطار توحيد هذه الفئة، لأن كما قلت هي مشتركة. من هذا الملتقى اشتركوا فيه جميع أطر الإدارة التربوية على مختلف الأسلاك، وسنناقش من خلال الورشات نناقش المهام والاختصاصات، وسنناقش الإطار وما قد يترتب عنه. بطبيعة الحال تشوفوا راه الإخوة والأخوات متحمسين في هذا الملتقى. وبطبيعة الحال بالنسبة لنا كنقابة، الإدارة التربوية لها أهميتها، لها اعتبارها. وفي هذا الباب هذا باش تتشوفوا بأننا نطور اشتغالنا، نطور طرق وسبل النضال من أجل كرامة الإدارة التربوية والأسرة التعليمية عموما. وشكرا لكم.